السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسأل سؤال إن شاء الله. تفضل. فضيلة الشيخ مصطفى. نعم معك. بارك الله فيك، أسأل الله فيك. أن يجزاك خيرا على ما تقدمه للأمة. وإياك والسامعين والسماعات، نسأل الله القبول. طبعا. شيخنا الفاضل، أنا طرحت سؤال أكثر من مرة في موضوع الخلع في دون علم الزوج. يعني في شارعي أخ كان يعمل في الإمارات، عاد من الإمارات وزوجته قد خلعته. نعم. وهو يرسل لها مالا وهي في أحضان زوج آخر. أي. طيب. خلعته بإعلان أمريكاني. يعني إيه إعلان أمريكاني؟ ما وصل إليه إعلان عن طريق المحكمة. نعم. فضيلتك اليوم قلت ان الخلع، لا لحظه لحظه، ما معنى اعلان امريكاني؟ مش فاهم. يعني اعلان باطل، اعلان يقوم به الحاجب او مخبر النيابه، بيبعته لمكان غلط ولا يعلن الزوج. ايه. طيب والسؤال؟ يعني الان تلخيص سؤالك الان ان امرأة رفعت قضية خلع على زوجها. نعم. رفعت قضية خلع وأعطت عنوانا وهميا ليس هو عنوان الزوج. نعم صحيح. فجلست المحكمة ترسل الاخطارات إلى الزوج. نعم. سواء حضر الزوج أم لم يحضر الزوج. لم يحضر ولم يعلم. طيب اصبر علي بس، اصبر علي بس. زوجتك تكرهك، افترض، سامحني في الكلمة، تكرهك، رفعت عليك قضية خلع. نعم. وقالت للقاضي خذ مهري، أنا لا أريد هذا الرجل لأنه مسافر ومضر بي في سفره. فحكم القاضي بالخلع، سواء أرسل المغلط أم العنوان صح، هي رفضتك. فضيلة الشيخ. اتفضل. الذي يحدث حاليا في المحكمة، أعرف الذي يحدث في المحاكم، أنهم يرسلوا حاكما من أهلي وحاكما من أهلها، ومحكمة الأسرة تستدعي هذا وذاك. هي رفضت كل هذا، اعتبرت كل هذه خطوات أنا رفضها واختلعت. خلاص الخلع تم، يبقى النظر في الماديات، يبقى النظر في الماديات. هي غشتك ولم تخبرك بالخلع، فظلمتك إذ خلعتك وما زالت تأخذ منك مالا. فالخلاف الآن مادي، الخلاف الآن مادي. أما كزوجة لا تريد زوجها، خلاص ليس لها، ليس عليها أن تجبر. السلام. القصة مادية الآن.